السلام عليكم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. طبعا في هذا الدرس راح ناخد كومبوننت جديد هو اسمه الجي راديو بوتون. والجي راديو بوتون فكرته نفس فكرة الجي تشيك بوكس، لكن الجي راديو بوتون احنا بنستخدمه انه لما انت تختار حاجة من مجموعة، مش انه تستخدمه زي التشيك بوكس. تمام، طيب نيجي نشوف كيف هو الجي راديو بوتون. هاي عندنا هذا الواجهة. هل جي راديو بوتون هو منظره زي عامل زي اللي هي الدائرة. طبعا لو انت عملت سيلكت هيحط لك هنا ايش زي نقطة، ولو شلتها بتنشال. تمام، عملت هنا في ميل وفي ميل. طبعا انت لو شفت مثلا في موقع بتشوف هدول، لكن انت بتشوفش مثلا لو انت قال لك دخل الجنس تبعك، تمام، او دخل الجندر تبعك. انت هيقول لك مثلا لو دخلت في ميل وتلخبطت مثلا كشته في ميل بدك تحطه في ميل، هيشيل الفيميل. تمام، يعني زي هذا. بس انت في موقع مثلا قال لك دخل الجندر تبعك، دخلت له ميل. طيب اجت مثلا البنت الثانيه قال لك انا في ميل، شايف انه ايش انشال تلقائي، وعندك هنا ميل، بعدين قال لك في ميل ميل وفي ميل وهكذا. تمام، هذه احنا الميزه اللي بنستخدمها في الجي راديو بوتون في البرامج تبعتنا. تمام، لكن احنا بنستخدمش يعني اللي هي هاي اللي هي الاختيار مثلا اكثر من واحد، هذه ما بنستخدمهاش. تمام، احنا بنستخدم اللي هي ليش اختيار مجموعه. تمام، لان هي مش متوفره في ايش في الجي تشيك بوكس. طيب كيف نيجي نكتب اللي هي ايش الجي راديو بوتون؟ نعمل هي في عندك كلاس اسمه جي راديو بوتون موجود في الكلاس في السوينج. تكتب جي راديو بوتون ار واحد يساوي نيو جي راديو بوتون. تمام، طيب هنا بنسميه مثلا بنسميه هنا ايش ميل. نعمل هنا نعمل اد لمين للار واحد. طيب نعمل كمان جي راديو بوتون. طيب نعمل كمان جي راديو بوتون هو لمين للميل. هنا نكتب اثنين، هنا نكتب اثنين، هنا نقول له ايش في ميل. طيب نيجي نعمل الان. طبعا زي ما شايفين هي طلع لنا الميل والفيميل. لو اخترت انا هنا هيختار التنتين، لك انا بدي اختار واحدة. كيف نعملها؟ هاي في عندك هنا كلاس موجود في سوينج اسمه بوتون جروب. هذا البوتون جروب هو بحط مجموعة من الفيديو بوتون تحت مسمى واحد وهو اسم اسم الكلاس، اسم الاوبجكت عفوا، اسم الاوبجكت. طيب مثلا عندك نيجي نعمل بوتون جروب، نكتب هنا بوتون. هذا البوتون جروب يعني بقول لك مجموعة من الازرار، مثلا نسميه بي جي بده يساوي نيو بوتون جروب. تمام، طيب طبعا بوتون جروب هو كلاس ما فيهوش بياخدش ستنج ولا حاجه، كلاس فارغ. طيب احنا تعرفنا جيت بوتون جروب. اجد لو عملت مجموعه من الفيديو بوتون كلهم راح يكونوا تحت مسمى البي جي. تمام، طيب انا كيف بدي اضيف الفيديو بوتون للبي جي؟ بس بكتب بي جي ضف لي في البي جي ايش الار واحد، وضيف لي عندك في البي جي الار اثنين. تمام، طيب تيجي نعمل الان ونشوف. طيب في عنا اللي هي بدك تحدد له ال، طيب اجيت انت ايش عندك؟ حطيت البي جي ضفته لمين؟ للار واحد. طيب لكن جيت الار واحد والار اتنين ما ظهروش لانك انت ما ضفتهمش على فريم، فلازم تضيفهم ايش على فريم. تعمل اي دي ار واحد و اد اللي هي ايش للار اتنين. تمام، لكن انت لو بدك تضيف ازرار لا بوتون جروب لك كله ضيف لي في البوتون جروب مثلا الفيديو البوتون الاول، بدك تضيف لي في البي جي كمان فيديو بوتون الثاني. تمام، انت ضفتهم في البي جي لكن ما ضفتهمش على الفريم، فانت بدك تعمل اد لا الار واحد والاد للار اثنين على الفريم. تعمل الان ونشوف. طيب هاي ظهر معك هنا ايش فيديو بوتون. اريد لو دحست في ميل، قلت لو دحست في ميل حتنشال الميل وهكذا. تمام، شايفين كيف صارت؟ طبعا هذا مثلا هيك نستخدمها في اللي هي مثلا في ميل وفي ميل، اغلب يعني بنستخدمها في ميل وفي ميل، ممكن حد يستخدمها في اشياء ثانيه، طبعا كل واحد حسب البرنامج بتاعه. طبعا في دوال هي للراديو بوتون، لا واحد دوت جيت تكست اللي بتجيب الناس، في عندك ممكن تعدل الناس سيت تكست، في مثلا عندك سيت باك جراوند، سيت فور جراوند وهكذا. الدوال يعني اللي احنا شرحناهم في كل عنصر طبعا هو مشترك بيناتهم، اللي هي سيت تكست، جيت تكست، سيت فور جراوند، سيت باك جراوند، سيت باوندز، عندك اللي هي سيت ايكون، سيت بوردر، سيت فونت. هذول يعني الاشياء المشتركه بين اللي هي الكومبوننت كلها. ان شاء الله يكون الدرس بسيط وسهل، ونشوفكم الدرس القادم والسلام عليكم.